جوعان شاور نفسك واختر مطعم. السلام عليكم، حياكم الله ويا هلا. اليوم أباخذكم برحلة لذيذة لذيذة وجميلة جدا جدا جدا، نبي نستمتع سوا. ليه نبي نستمتع؟ لأن رفيقتنا برحلة اليوم هي ألد سندويشة ممكن تذوقه وممكن تطلبها، كلنا ناكلها أمس قبل أمس قبله أكيد ذقته مرة أو مرتين في الأيام هذه. وش رحلتنا اليوم بتكون عنه؟ أكيد عن الشاورما، أشياء كثير عن الشاورما. نبي نعرف المطاعم الزينة، نبي نعرف من ابتكر الشاورما، نبي نعرف تاريخ الشاورما، وش أصل الشاورما، شاورما شاورما شاورما، أشياء كثير عن الشاورما بنعرفها اليوم. ما ودي أطول كثير عليكم ونقول بسم الله ويلا نمشي. أنا كنت أبحث والصدق المعلومة هذه أرقتني كثير لأني تعبت ما لقيت له، يعني ما لقيت الصدق جواب واضح، اللي هو من هو أول من ابتكر الشاورما ومن أول واحد شك سيخ الشاورما. كل عائلة يقولون أبونا وجدنا وما أدري شو، لكن يظهر والله أعلم أن محمد اسكندر الله يغفر له ويرحمه هو أول واحد ابتكر الشاورما قبل أكثر من 155 سنة. ابتكرت الشاورما على أنها أصلاً لحم العجل فقط، بعدين ادخلت شاورما الدجاج، ثم بدأت تنتشر الأكلة. يعني شاورما أي ديرة تروح لها نفس أهل الديرة هذه أو أهل البلد هذا يعدلون عليها بثقافتهم. مثلاً في لبنان اشتهر مطعم اسمه مانو، مطعم مانو هذا أضاف البسطرمة، يعني بدال اللحم والدجاج يحط بسطرمة كذا بطريقة جديدة. الرياض عندنا هنا أكثر من مطعم طبعا أضاف لحم الحاشي في الشاورما، منهم الآن لازال موجود، يعني في مطاعم جت وسكرت وكذا، لكن في مطعم شاورما عوافي، شاورما عوافي قدم لحم الحاشي كخيار للشاورما. وفي مطعم خلطة جدة نفس الكلام، خلطة جدة موجود في الرياض يقدم لحم الحاشي في منيو الشاورما. طبعا أول مطعم دخل الشاورما بالرياض اللي هو الهيلتون، دخل الشاورما قبل تقريبا 50 سنة، عقبه على طول مباشرة دخلوا مطعم ابو نواس في شارع الخزان. أنا كنت أروح له واجد قديم يعني، وأتوقع كثير من الناس كانوا يروحون له. مطعم قديم قديم، أنا مستغرب أصلا ما حد قد سكه، لكن أتوقع من باب الوفاء كانوا مخلينه يعني على حاله. للأسف أنه سكر عقب ما امتلت الرياض مطاعم الشاورما وابتكارات الشاورما والدنيا سكر. لكن متى سكر؟ سكر في يناير 2020، يعني سبحان الله انتظر 50 سنة ما قفر إلا ب2020 هذه. يناير دخل علينا الكورونا من هنا، طلع أول مطعم شاورما بالرياض من هنا. نقول له آسفين وممتنين لك كثير، إن شاء الله ترجع على خير. هذا مطعم مقصود يعتبر أقدم مطعم لا زال عايش موجود في الرياض. طبعا مقصود له فرعين بالرياض، احنا الحين بشارع 60 بالملز طريق صلاح الدين، والثاني بشرق الرياض. المطعم هذا هو أقدم مطعم لا زال موجود في الرياض، في مطاعم قبله يقولون حسب التاريخ وفي مطاعم بعده، لكن هذا لا زال موجود ولا زال على نفس الجودة. يعني لا زالوا الناس ما شاء الله واجد والسياخ الشاورما واجد. تعالوا معنا نشوف سوا وش الأشياء المميزة فيه. يلا. شكرا حبيب، هذا عندك؟ ما شاء الله، هذه أهم طبقين ممكن تطلبهم من مقصود. طبعاً طلبت بطاطس يجيبوا لك بالطريقة هذه كذا، الورقة تأخذ بطاطس مع الثوم، ما يحط كاتشب ما يحط شيء، ثوم. ليه ثوم؟ عارفون ليه ثوم؟ يعتبر مقصود الثوم حقه ثوم مركز تركيز عالي، أنا ما تسوي فيه. طبعا اكثر شيء يخلي الناس تيجي مقصود وترجع له هو الثوم، الثوم الخبز، الثوم بالبطاطس. فليك شوف البطاطس الناس تحط كاتشب خلطات شيء، لا الرجال اللي يحط ثوم لانه عارف سر الثوم وان الثوم عنده مضبوط. نجرب الحين الكلاسيك شاورما، يعني شاورما بسم الله.
أنا شهادتي المقصود مجروحة الحين، شهادتي مجروحة فيه أصلاً، لأنه صدق من يوم صغار، من يوم متوسط الثانوي كنا نجي هنا شارع 60 في الملز عشان نأخذ المقصود. المهم أنا لو كثر كلام أبلها عن الشيء الأساسي عندي، فأباكله مع السلامة. اللي بالمقصود يجي، اللي بيثوم زين بيجي هنا بيرجع. تدرون ان البرتقال يعتبر مكون اساسي ورئيسي لشاورما الدجاج، والبطاطس يعتبر مكون اساسي ورئيسي لثوم شاورما الدجاج. تقولون شلون؟ اقولكم يلا خلينا نشوف التقرير ونبي نعرف كل شيء عن الشاورما، لكن مهم تكون جوعان وانت تناظر التقرير. يلا نبدا. طبعا الشاورما تجي ثلاث انواع رئيسيه. النوع الاول اللي هو لحم العجل. طبعا لحم العجل هو الطبق الأساسي أو المكون الأساسي للشاورما أصلاً. فلحم العجل يقطع بالطريقة هذه ويتبل قبل بيوم بيومين، بعضهم يتبل قبل بعشر أيام ويشك في السيخ كذا فوق بعض، كل قطعة بالحال. النوع الثاني هو النوع الدجاج، وهو الأشهر عندنا هنا في السعودية. نفس الكلام، يتبل قبل بيوم ويصير فوق بعض بالسيخ. النوع الثالث نوع مشهور عالمي لكن عندنا نادر جدا، اللي هو الدونر. المقصود فيه اللحم المفروم، يكور بالطريقة هذه ثم خلاص يحط على السيخ، يبنى بناية كذا لين يصير زي شكل الشاورما اللي حنا نعرفها، فهذا اسمه الدونر. عندنا الثلاث هذه هي الأساسية. طبعا الشاورما ما يحتاج تأخذ الدجاجة العادية هذه، لا، يحتاج معلم الشاورما. الدجاج يجي خصيصا جاهز ومصنع للشاورما. شو خصائص حقت الدجاجة هذه؟ طبعا هي تجي الدجاجة نفسها العادية لكن حجمها كبير، وتكون مسحوب منها العظم، فتجي زي الورقة كذا الدجاجة كاملة فوقها الجلد حقها. المعلم ياخذ الدجاجة ويحط قطعة من الفخذ وقطعة من الصدر، الفخذ والصدر ومعها الجلد حقها علشان تكون طرية. فلذلك لو حط الدجاج كله صدور أو الشاورما كله صدور دائما تجي ناشفة، فلازم يكون فيها فخذ وفيها شحم وفيها جلد وفيها حتى تكون طرية وتطلع بالطعم اللي يوصلنا. هذا البرتقال هو مكون رئيسي للطريقة الكلاسيكية للشاورما الدجاج. فلذلك أي معلم شاورما دجاج يتبل الشاورما لازم يحط معها عصير برتقال. طبعا أهم سر من أسرار نجاح الشاورما هو صوص الثوم اللي يصلحونه المعلمين. كل معلم له طريقته، وكل واحد يصلح الشاورما بالطريقة اللي هي تعجبه، وكل مطعم كذلك له طريقة. بعضهم يصلحه من مايونيز، المايونيز العادي أو من البيض ويحط عليه خلطة الثوم فيطلع لنا الثوم. بعضهم يصلحه بالنشا، له طريقته كذا ويحط نشا وبعض المكونات لين يطلع الثوم. وبعضهم كثير من المطاعم خاصة القديمة يصلح الثوم من معجون البطاطس، فيسلق البطاطس ويهرسه ثم يحط عليه المعجون وبعض المكونات ويصير عندنا ثوم. تعددت الطرق والنتيجة واحدة، الثوم ثوم. يا جماعة أهل البديعة والدخل محدود والسويدي، أتوقع كلكم تعرفون المطعم هذا، مطعم حسن. بدأ طبعا يتطور، يحط له أكياس كذا خاصة. طبعا حسن يصلح الشاورما بطريقة يعني كتذكرون اللي كانوا أول عند الحرم في مكة، نفس طريقتهم، يحط البقدونس مع الطماط مع الصوص والدجاج بصامولي. طبعا لا زال ترى على نفس شغله، على نفس كل شيء، موجود في التطبيقات وتقدر تطلب منه بأي وقت. يعني أنا من زمان مبطي عنه، لكن نقول بسم الله ونجرب. من المطاعم القديمة واللي متميزة يحبونها أهلها كثير يعني، ومنطقتهم ميبي هوينة منطقة كبيرة، اللي هو فروج الشفا. فروج الشفا يبيع شاورما كلاسيكية ودائما تجي كذا مليانة. يعني من الناس اللي أسسوا طعم الشاورما، في الليوان في كم واحد، لكن هو لازال موجود وصامد وما شاء الله. يعني تمر عليه، أنا أمر عليه بعض الأحيان شفا ألقى كمية أوادم كثيرة ما شاء الله،
والشاورما لقاها مليانة. الشاورما هذه أنا طالبها من فترة طويلة شوي، يعني تقريبا لنا ساعة وأكثر، ولا زالت محافظة على ليونتها ومحافظة على سخونتها. ليه؟ لأن مليانة والصوص فيها كثير والخبز فيها طازج. ما شاء الله، نقول بسم الله. يا جماعة، هذه طبعا أتوقع كل يمكن سكان الرياض يعرفون المطعم هذا. المطعم هذا هو أول مطعم تقريبا قدم شاورما اللحم بالطريقة القديمة ولا زالت موجودة إلى الحين، اللي هو مطعم فروج الكروان. يقدم طريقة اللحم مو مثل الحين، مثل مهلهل هليل أصلع عاصم وغيره، لا، يقدمها بالطريقة كذا، طريقة قديمة مرة، يصير فيها البقدونس مدري كزبرة وطماط وطحينة، يسميها هذه عروسة أو يسمونها عرايس. يعني أنت تقول، يقولك خلاص تبغى عرايس لحم، ما تقول سندويشات لحم. هذه السندويشة القديمة طبعا لها خنتها ولها نكهتها، ما يمكن أن تصف جنب الموجود في السوق الحين، لكن لازم كل فترة تروح تجدد وتأخذ منها. بسم الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. قبل تقريبا 60 سنة من الآن ولد خالد بن عبد الرحمن السويدان، وولد معه طموحه كان يبغى يصير سياسي. المهم دخل في كلية سياسة في جامعة الملك سعود ودرس السياسة. مع تخرجه توفي والده الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه يا رب. مع وفاة والده صارت له ظروف عائلية وما قدر يكمل مجاله اللي هو مجال السياسة، فأضطر أن يتوظف وظائف إدارية. لما وصل عمره 29 أخذ الماجستير الإداري، ثم قرر أنه يتقاعد تقاعد مبكر، وقرر أنه يفتتح لنا أول مطعم الشاورما ماما نورة من عام 1991 إلى الآن تقريبا حوالي 30 سنة، وحنا قاعدين نستمتع بماما نورة كله بفضل الله وفضل جهد وطموح خالد السويدان. ونقول ألف شكرا خالد السويدان على هالطموح، وألف شكرا على هالانحراف اللي سويته بحياتك، لأن في ناس كثير قاعدين يستمتعون اليوم وكل يوم بالقرار اللي سويته. شكرا لك. شوف، إذا بغيت تطلب من مطعم شاورما لازم تعرف الخلطة السرية، يعني لازم تعرف شلون تطلب عشان تاخذ احسن طلب. ممتاز. ترى معلم الشاورما، اعطيك كذا معلومة، انت تشوفه دايم معلم الشاورما دايما يعطي الزباين ظهره وهو مقابل السيخ، مقابل الحرارة، فلذلك ما عنده تواصل مع الجمهور، عكس مثلا معلم الفلافل تلقاه قدامك ويطاق مع هذا ويتهاوش مع هذا، ويمكن حتى بعض معلمين الفطاير نفس الكلام، لكن معلم الشاورما لا، قليل يقابل الناس، فلذلك اي احد يكلم المعلم صح انه كذا اقشر ودايم مع الحراره والنار، الا انه ترى يقدر هذا الشيء. فانا بعطيك 3 اسرار اذا بغيت تاكل شاورما حلوه طبقهن. الشيء الاول، نادي معلم الشاورما قل له يا معلم اتوصى بالطلب. كلمه اتوصى ترى كلمه خطيره، ولا تقولها للمساعدين ولا تقولها للكاشير، صدق قلها للمعلم نفسه، ليه؟ ما في احد يتواصل معه. فإذا قلت توصى بالطلب هو يحس كذا بنشوة، أنا توصى بأبو الطلب، روح خذ ثوم خذ اللي تبغى بس زيادة دجاج عشان يتوصى بالطلب. فلذلك لازم تفهم نفسيته وتشتغل على توصى بالطلب. الشيء ثاني، قل له يا معلم أبغاها مسأسأة والدعها. ممتاز. يعني سأسئها والدعها. سأسئها وشلون؟ هذه طبعا المعلمين او الشاورما دائما السوريين هم اللي يعرفون لهالشغله ذي. انتم بتروحوا واحد ثاني مو سوري يمكن ما يفهمها. ياخذ الخبزه بعدين يغطسها بالزيت او الدهن حق شاورما نفسه، هذه السأسأه اسمها، عمليه السأسأه، ثم يلدعها بالنار فتنشوي مع الزيت يطلع طعم لا احكي لك. ممتاز. فانت كذا هذا السر الثاني من اسرار الشاورما اذا بغيت تطلبها. السر الثالث، ودائما تقع عند ماما نورة ولا كذا، قل له ابغاها ابعه،
أبعى وش خبزة المفروض؟ خبزة المفروض تجي طبقتين، ممتاز. الأبعى يشيل طبقة واحدة ويبقي ون طبقة، يعني طبقة واحدة يحط عليها الدجاج والثوم والبطاطس، فيصير الخبز شوي والدجاج واجد. هذه اسمه أبعى. هذا السر الثالث لازم تعرفه علشان تأخذ أحسن شاورما ممكن تذوقها بحياتك. معلم الشاورما صدق ترى ما حد قده، يعني في 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 كل وبين كل معلمين وجبات سريعة هو أعلى واحد راتب، ويجي كذا عايش دور يعني لا حد يكلمني لا حد يشغلني، جيبوا لي مساعد يتبل قبل بيوم، عنده مكان كذا مساحة ما حد يجيها، لأنه فعلا هذا الرجال ما حد يقدر يقوم مقامه. إذا غاب ذاك اليوم يتورط المطعم كله، وبعدين قليل منهم ترى يعلم الثاني ولا يعلم مساعدينه، لا أنا معلم الشاورما علشان أنا أسيطر زي ما أبي. لذلك دائما هم أغلى رواتب، دائما هم أكثر ناس كذا يعطون اهتمام وأهمية في المطاعم. وهذا شاورما علاوي، أكثر شيء شدني في شاورما علاوي من بدء المحلات اللي قاعدين يصلحون شاورما اللحم، أنه يحط معها الجبن السويسري. جبن السويسري هذا يعني بعضهم يحط طحينة وكذا، هو غير انه يحط الطحينة والشيء التقليدي الا انه يحط الجبن السويسري. آية طعم، آية طعم، ما شاء الله تبارك الله. هذا مطعم شاويز على طريق الملك فهد، يعتبر شاويز من اكثر المطاعم المشهورة الحين اللي مميزة بشاورما الفحم. هنشوف شلون الحين. انا اذا بغيت شاورما فحم صدق ما اروح الا للشاويز، يعني تبيها خبزه، تبيها ما شاء الله نكهه شاورما، تبيها شغل شغل، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله. طبعا هذا شاورما بيكر، يعتبر شاورما بيكر من المطاعم اللي ما شاء الله تبارك الله تميزت من اول فرع لهم. عندهم تطويرات بعلمكم عليها الحين، لكن أنا يشدني كثير اللي هو شاورما بيكر حقتهم. شاورما بيكر يا جماعة لذيذة بشكل جدا جميل، يصلحونه باللي هو العيش المصري أو الطريقة التقليدية للخبز. الآن ما شاء الله افتحوا لهم الفرع الجديد، فرعهم الجديد يعتبر من الفروع المطورة، يعني شكله فخم، لكن يقدمون نفس المنتج التقليدي اللي احنا نعرفه بنفس الأصالة حقتها. هذا الشاورما من ذاك المطعم. أدري اللي تعبتكم واجد، وأتوقع أنكم جعتوا، فعشان كذا بعطيكم بريك كم يوم ينتهي جزءنا الأول. اختر لك مطعم شاورما جميل ولذيذ واستمتع فيها الحين، ثم نبي ناخذ الجزء الثاني ونكمل دعستنا إن شاء الله في الجزء الثاني من شاورها. شاور نفسك واختر مطعم.